أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياء فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ومن والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا واسجدوا لله واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله حقا يا رب عبدناك وعلمنا بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد اللطيف قبيل في ليلة التكريم لأم كريمة صعدت روحها إلى رب كريم بالأصالة عن الأبناء الأعزاء والعائلة الكريمة يشكرون كل أصحاب الواجب الذين حضروا ليشاركونا واجب العزاء سائلا ربي تبارك وتعالى أن يتغمد الأم الراحلة في واسع رحماته وأن يحشرها في زمرة النبيين والصدق والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة تلاوة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحمة حضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا.